بلشت أشتغل هيك رسومات تلت سنين اللي تقريباً. حبيت أعرض شغلي للناس إنهم يشوفوا كيف شغلي على الواقع، لأني أغلب اللوحات اللي ببيعهم مباشرة للزبون، مش إنه كل الناس تشوفها. فحبيت أبلش بمعرض إلي خاص فيي، فعملت هذا المعرض. حبيت أسميه بريشتي، إنه كبداية إلي، إنه كله هذا شغلي طبعاً. يعني احنا مشاركتنا هي عبارة عن دعم لهي المشاريع، لكن احنا يعني فيما بعد يعني كغرفة تجارية ممكن انه يكون تكون هاي المعارض في نفس الغرفة التجارية، ممكن كمان نساهم بشراء بعضها طبعا، ونحث المواطنين بشكل عام على مشاهدة هاي المعارض. اللوحات كتير حلوة، رائعة، مشكلة، دخل التراث كمان، راسمة لوحات للبلدة القديمة بالخليل، للأقصى قبة الصخرة، الألوان عندها كتير متناسقة ورائعة وفيها دفء كتير حلوة.